مبارك واش لكم الثمن شويه مزيان وواحد شويه طالع في الحوت والثمن طالع ولكن على حسب الجوده تكون الجوده زوينه تكون الثمن زوين ما تكون الجوده ناقصه تكون الجوده ناقصه على حسب الجوده هنا كاين الجوده وكاين على حسب الحوت على حسب غالي هو غالي على حسب بحال السردين بحال الدرعي بحال الكروفيت هذوك تيكون غاليين ولا التمويل ديال المطيشه بطاطا ما خصها ترخص ما تتخش 10 دراهم ولا 400 خصها تكون ب 3 دراهم مطيشه بطاطا 3 دراهم بصلة 3 دراهم هنا ما خصهاش تكون واحد الغلا بزاف والحوت الحوت غالي على حسب التصدير على حسب بنادم الاستهلاك ملي تكون استهلاك بزاف تكون الحوت تيضعف تيبقى يقلال فيزيدوا في الثمن على حسب الاستهلاك ملي تكون الزبون بزاف ما تيلقاش الحوت بزايد يعني باش يلقى بزاف الحوت ما يلقاش ويعني تكون واحد الثمن رخيص ولا على حسب الثمن واش خارجين البلايك ما خارجينش تكون على حافز البلايك تكون الحوت طالع ولا كان الحوت موجود تكون الحوت هابط على حسب الحوت الا كان قليل تكون الحوت طالع ولكن الا كان الحوت الحواته خارجين بزاف تكون الحوت قليل تكون رخيص تكون واحد الضرر ديال الاخرين تزيدوا بالزياده باش يهلكوا الدرويش ولكن تمشي للاداره وتقول المخزن تقول لك حنا ما زايدينش تكون الزياده من عند عند المرويش اللي تيبيع فهمتي اسم حاجه اللي تيبيع هو اللي تزيد بوك الزياده باش يدير ستوك بحال دابا انا درت 50 صندوق ديال الحوت وحتى تو فريكو كنخرج اربعة الصنادق غاليين فهمتيني غاليين عاوتاني حتى فاياج ديال البطاطا خرجت 20 صندوق غاليه والاخرين ستوكاتها باش مره اخرى الذهب غاليه اكثر من هذاك الثمن اللي تعطي انت فهمتيني وعليكم السلام ورحمه الله تبارك وتعالى رمضان المبارك سعيد خويا الاجواء في السوق كتبان لي الاثمنه جد طالعه بزاف كلشي مرمدم كلشي باغي يدبس كلشي باغي يتخاصم ما عرفتش علاش ما نقدرش نقول ماشي معناه انه ما كاينش ماشي في المتناول ديال الناس كاين في المتناول ولكن شويه طالع على الانسان للدخل ديالو بعدو هذا الواقع اما الاسماك هي موجوده بوفره في السوق لا من ناحيه السردين ولا من ناحيه القرب ولا الفرق ولا الميرنا ولا الصول ولا يعني الحوت موجود بمعنى ما بكلمه بالحرف ولكن ليس في متناول الكل لان الاثمنه جيت طالعه شي شويه انا اللي تشهيت والكوال تشهيت الكروفيت رويال بفصيله وتويمه والتمر دير اخويا فوق 180 درهم الكيلو نعم شغال سريدلات كده واش البروكا وهذا سميتو رمضان كريم ان شاء الله وزيلا تقدوا خويا لكن لا اله الا الله القيمه الشرائيه اخي غاليه اخي بزاف اخي ما عندنا شيء ما لا اله الا الله محمد رسول الله ولا حول ولا قوه الا بالله هذه رمضان خويا غالي كل شيء غالي اخويا العافيه سهله اخويا ما عندنا لا حيلة ولا زهد اخويا لا حول ولا قوه الا بالله ما عندنا شيء اخي باش نشريو ثاني 500 ريال في جيبي نورمالمون ما تزادش شي حاجه اللي كثيره من الانواع اللي مولفين تستهلكوها البشر زعما ما فيها حتى شي مشكل زعما كلها بقات بثمن واحد المشكل فين كاين في الحوت اللي نورمالمون ما كيتباعش اللي ديما كيكون مع درت اليوم السوق بيرسونالمون بان لي داك الشيء ما مختلف اما بالنسبه للسردين المرنا كرامه فهمتي راه نفس الثمن من قبل رمضان دابا السردين دابا على حسب المنطقه ديالو بحال دابا حنايا في الرباط المنطقه ديالنا نورمالمون يكون شويه غالي حيت كيتصيد في الرباط كيطلع مازال جديد كيتباع الا جبتها من كازا نورمالمون واش تلقاه ديال كازا ولا غيجي من شي بلاصه الصحراء عادي تحت في كازا عادي يتباع ويوصل دونك سا ديبون